الفضائح تواصل ضرب أقوى مؤسسة نقل في البلاد. تجاوزات مالية كبيرة على مستوى نيابة مديرية مخازن قطع الطائرات والجوية الجزائرية تستفيق على وقع فضيحة من العيار الفادح. تقرير مفصل تحصلت الشروق نيوز على نسخة منها يكشف عن مخزن مهجور يحتوي على قطع غيار حساسة وثمينة تم تخزينها وتهريبها بعيدا عن أنظار المفتشين. فبعد عملية تخزين الكراسي المطاطية وإخفائها خلف أسوار مستودع غلام، تعود رائحة المهازل لتفوح مجددا من ذات المستودع المنعزل عن الأنظار، اكتشاف قطع غيار ثمينة وحساسة تم استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية. القطع التي تم مواراتها على الأنظار تتمثل في مؤخرات طائرات تعود إلى الأسطول الجوي القديم لطائرات البوينغ 227-227، وهي الطائرات ذاتها التي تم تقطيعها سنة 2011 وتم بيعها بالكيلوغرام. وقد قدر ثمن هذه القطع المحجوزة بقيمة مالية باهظة قدرها بالعملة الجزائرية يبلغ حوالي 600 مليون سنتيم كما توضحه الفواتير. وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2008 إن قام رئيس القسمة التقنية لقاعدة الصيانة آنذاك بإعطاء أمر إلى نائب مدير القسمة التجاري يقضي برفع تقرير كتابي إلى نائب مدير المخازن بتخزين هذه القطع الثمينة التي يوضحها التقرير. ويتورط في هذه الجريمة الاقتصادية عدد من المسؤولين السابقين المتهمين بتزوير الوصل الخاص بإدخال هذه القطع إلى المستودع المسمى بيغلام.